نجمة وعليها الكلام. صباح الخير. نهارك زين. صباح. في فورما. إذا اليوم هذول جبت لنا مكلة منسية أنا حسيتها شوي في تونس. مظلومة. مقعة خابية شوي. مقعة خابية اللي هي المثاومة. المثاومة ولا المثاومة؟ المثاومة. إي. عندنا رطل لحم بقري ناخذوا عليه زوز ريوس بصل. ما نفرموهمش البصل المرة هذه. ناخذوا مغرفة أكل ماكلة طماطم. مليانة. ناخذ زوز كعبات طماطم كعب. ناخذ شطر مغرفة فلفل أحمر وشطر مغرفة هريسة عربي. ناخذ كيس حمص. زي ما تجي محاحة مال حرية الثوم وحرية الهريسة العربي. ناخذ كيس حمص. ناخذ 6 سنينات ثوم. ناخذ كيس نص كيس زيت. ناخذ مغرفة صغيرة تابل. ناخذ ملح فلفل أكحل. وناخذ جرينين فلفل أخضر وزوز مغرف خل. خاصة الخل. الخل. زوز مغرف خل. الخل يذولي على ريحة الثوم. ولا ليه؟ الخل على هي أصلها بالخل وزيد عنا علاش باش نعملوها بالخل. هذه بعد شوي نعرفوها. ليه ديما تعمل في السيسبانس الشيف. في الأستوس. دوزيام ميكرو. أوكي سينو هاي نبدأ بطريقة الأعداد. ناخذوا اللحم نتاعنا نفوحوه قبل كل شيء بالفلفل الفلفل الأحمر والهريسة والطماطم وشوية زيت ما ناخذوش الكمية الزيت الكل. نفوحوه نخليوه على جنب. أي. ماذا بينا ديما وين نفوحوا اللحم نخليوه مدة حتى 4 دراج نص ساعة. نحطوا معاه مغرفة بركة خل. مغرفة الأخرى حشنا بها. باهي. هذي نخليو اللحم نتاعنا يتفوح وخذي وقته في التفويح. ناخذوا الطنجرة نتاعنا نحطوا الزيت. نحطوا البصلة نتاعنا نقليوها ونرميو فيها اللحم نتاعنا. نزيدو نكملو نقليو شوية بما أنه مفوح وفيه طماطم وفيه كل شيء. نقليو شوية ونزيدو شوية شوية ماء. نزيدو شوية الحمص نتاعنا الكاس الحمص. خليه شوية شكشك وبعد نمرقوه. نمرقوه ديما بالماء السخون. ما نعملوش الماء البارد خاطر الماء البارد يزيد يصحح اللحم وما يخليهولكش يطيب فيسا. ديما نستعملوا الماء السخون. كي نمرقوا جست يتغمى اللحم بالماء هذيك هي المرقة نتاعنا. كافية وقتها. كافية. كي قريب يطيب اللحم نحطوا الثوم نتاعنا المفروم. نحطوا جرين الفلفل ونحطوا المغرفة خل اللي قعدت لنا. اي. المغرفة ذيك مغرفة من لون ومغرفة من بعد. ايه. 10 دقائق ونطفيو عليها مش لازم نخليو الفلفل حتى اللي يطيب برشا. واضح. جست ياخو حتى هيك يبدا يبس شوية. 10 دقائق بالضبط ونطفيو عليها ديجا تكون وقفت على زيتها ومثاومة بتاعنا حاضرة. وتاكلوا صحة وبالشفاء. صحة وبالشفاء. عندها برشا منافع هذوليا. بيان سور فيها برشا منافع. عندها برشا منافع. منافع على الثوم على جسم الإنسان ديجا فيه الماء وماكلة نصور بها خاصة في الصيف. حتى الخل زاد نافع على جسم الإنسان. وي. نجمة وعليها الكلام.